كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: كتاب الفضائل. وهذا الكتاب كتاب عظيم مبارك، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى عددا من الأبواب في فضائل الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب منها لما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل. كثير من هذه الأعمال وفضائل الأعمال العمل عليها يسير، والجهد فيها لا يتعب المرء، والأجر فيها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم مثل هذه الفضائل. وفضائل الأعمال والأجور المترتبة عليها من محاسن هذا الدين العظيم الذي دل على كل فضيلة ونهى عن كل رذيلة، ورتب على الفضائل الأجور العظيمة. فلذلك على المسلم أن يكون كيسا فطنا، لأن المسلم مهما بلغ من اجتهاد في عمله وطاعته تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، لابد أن يحصل في فرضه وواجبه خلل وتقصير. فلذلك هذه الفضائل تغطي هذه القصور وتكمل النقص. والموفق من وفقه الله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن، فبدأ بهذا الباب العظيم. والقرآن العظيم لو تكلم عنه المتكلم محاضرات ودروس لم يوفي هذا الكتاب العظيم حقه. فالقرآن العظيم هو كلام الله، ويكفي شرفا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم به حقيقة سمعه جبريل من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ثم بلغه الروح الأمين إلى الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه الرسول إلى صحابته، وبلغه الصحابة إلى من بعدهم إلى يومنا هذا. فهو كلام الله حقا وحقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهو كلامه منزل غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. فهو من صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه. لذلك ما أحسن أن يتقرب العبد إلى ربه بكلام ربه سبحانه وتعالى. وقراءة القرآن باب عظيم وباب كبير من أبواب الحسنات، من أبواب الحسنات المضاعفات. وانظر في فضل قراءة القرآن وتعرف معنى هذا الكلام العظيم. عندما تنظر إلى الأذكار التي فيها الأجور العظيمة على العمل اليسير القليل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان. شوف كلمة واحدة، الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، من الأجور مضاعفة. فالأجر هنا على ماذا؟ على الكلمة. لكن عندما تأتي إلى القرآن الأجر على ماذا؟ على الحروف. باب عظيم من أبواب الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقراءة القرآن لا يعادلها فضل، باب عظيم من أبواب الحسنات المضاعفة. فمن أراد الاستزادة من الحسنات ورفعة الدرجات وحتى الخطيئات فليكثر من قراءة القرآن. قراءة القرآن باب عظيم من أبواب الحسنات. ولذلك من تأمل في أحوال السلف وأحوال العلماء من الخلف وجد حرصهم الشديد على قراءة القرآن. فلا يكاد تجد عالما من العلماء
أو عابدا من العباد أو أحدا من السلف إلا وجدت له وردا من القرآن يحرص عليه كحرصه على نفسه، لا يفوته أبدا ولا يتركه أبدا. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم، أن يكون له ورد من القرآن ما ينفك منه حتى يموت. قدم القرآن على جميع أشغالك، لا تقل ليس لدي وقت، الوقت ولله الحمد وقت طويل، ولكن نحن نشغله بما لا ينفع، بل قد نشغله بما يضر. وانظر في نفسك وحالك اليوم مع الأجهزة الحديثة، تقلب في رسائل الواتساب ورسائل التويتر ورسائل يعني جميع وسائل التواصل ببرامجها المتعددة، تجلس عليها الساعات ولا تمل ولا تكل، لكن إذا جاء عند القرآن يعجزك أن تقرأ صفحة أو صفحتين. وكل هذا من الحرمان، حرمان والله. لذلك على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على مسألة الورد القرآني، لا ينفك منه أبدا. والورد القرآني ما سمي وردا إلا لورودك على الحياة الحقيقية، لأن الورد هو مورد الماء والماء هو الحياة، فكذلك القرآن هو حياة القلوب. هي حياة القلوب، إذا أردت حياة قلبك فليكن لك وردا، فليكن لك ورد من القرآن العظيم تحرص عليه ما تنفك منه. والأمر يسير، والله الأمر يسير. يعني لو أراد الإنسان أن يختم القرآن في شهر، يعني كل يوم يقرأ جزء، لو تقسم الجزء على 5 فروض يعني تقرأ في كل فرض 4 أوجه، ما أعجزنا عن هذا. أمر يسير، 4 أوجه ما تقرأها كل فرض، وأنت تقلب في الجوالات وتسالف مع فلان وعلان بالساعات الطوال، 4 صفحات في كل فرض ما تأخذ منك 5 دقائق. يعني كما ذكرنا أن نوفق من وفقه الله، وكلما استزاد المرء من قراءة القرآن استزاد من أبواب الحسنات العظيمة. هذا القرآن هو عزنا، هو شرفنا. قال سبحانه وتعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم، فيه شرفكم، أفلا تعقلون. كتاب مبارك فيه البركة، فيه الهدى والنور، فيه العزة والظهور. ولذلك استحب بعض العلم أن يبدأ المسلم يومه بالقرآن، أن يبدأ ورده، أن يبدأ يومه بورده القرآني. ومن ابتدأ ورده في الصباح وبعد صلاة الفجر فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل البركة في يومه، ومن جرب هذا عرف. ولذلك انظروا في أحوال العلماء، تجد العالم، وأضرب مثالا على سماحة شيخنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ صلى الله يمتع بعمره، أشغال وأعمال من بداية الصباح إلى أن ينام، ومع ذلك يختم في كل ثلاثة ليال. يعني يوميا يقرأ كم؟ 10 أجزاء. وعندما قيل له يعني ارفق بنفسك، فقال حفظه الله، قال: إليت مثل الشيخ عبد العزيز الداود رحمة الله عليه يختم في كل 2.5 ليلة. علماء ترى عندهم أشغال، والله لا أشغالي ولا أشغالك مثل أشغالهم، لكن هي البركة، بركة الوقت، بركة الوقت. والله أوقاتنا كثيرة، لكن نحن الذين نفرط في قراءة القرآن. وانظر ترى هؤلاء العلماء يقرؤون حفظا، يقرؤون حفظا، يعني يقرأ من حفظه، وأنت قد تقرأ من المصحف. المهم أنك تقرأ القرآن سواء من حفظك أو قراءة نظر، المهم أن يكون لك قراءة للقرآن لا تنفك منها أبدا، ستحصل البركة في يومك، والله ستحصل البركة في يومك. وأنت إذا قرأت القرآن لا يكون قراءتك للتجربة، ولكن قراءتك لليقين، يقين أن الله عز وجل سيبارك لك، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن هذا القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذه البركة لم تبين، فدل على أن هذه البركة في كل شيء، شاملة لكل الأمور. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن هو عز المسلمين، عز المسلمين. فالله عز وجل عندما أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم أنزله تحدي إلى يوم القيامة. لذلك إذا أردت العزة فانظر إلى هذا التحدي العظيم،
من أراد الكلام في الإسلام فتحداه بالقرآن. القرآن وعزة القرآن الذي نحن يعني نعتز به عزة عظيمة هي أكبر رد على من يشكك في هذا الدين. قل له أنا أتحداك بالقرآن كما تحدى الله المشركين إلى يوم القيامة. الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوم عرفوا بالفصاحة، عرفوا بالبلاغة، عرفوا بالشعر، بل كانوا يفتخرون على الأمم بما عندهم من البلاغة والفصاحة والشعر والبيان. فأنزل الله عليهم قرآنا بلسان عربي مبين وتحداهم إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة. وهذا التحدي للإنس والجن ولو اجتمعوا جميعا إلى أن تقوم الساعة في مثل هذا التحدي، تحدي عظيم. هذا يشعرك بعزة الإسلام ويشعرك بما أنت عليه من الحق المبين. من أراد أن يطعن في هذا الإسلام تحداه بالقرآن، قل يلا أتني بمثل هذا القرآن، أتني بسورة، أتني بعشر سور، لن يستطيع. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان الإنس والجن مجتمعين مع بعض لن يأتوا بمثل هذا القرآن، لن يأتوا بمثله. إذن هذه عزة، اعتز بالقرآن. فإذا عرفنا أن عزتنا وشرفنا وذكرنا بين الأمم هو بهذا القرآن فلنعتني به عناية عظيمة. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى في أن بدأ هذا الكتاب، كتاب الفضائل، بهذا الباب، باب فضل قراءة القرآن الكريم. وقد ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، وستمر أحاديث كثيرة في فضل القرآن الكريم في قراءته وفي فضل بعض سوره، بما يحثنا جميعا على العناية بهذا القرآن العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.